استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، كما كان في استقباله لدى وصوله يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وقد أجريت للرئيس الصومالي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف سلامان الوطنيان للبلدين ثم استعرض حرس الشرف. بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني وأصحاب المعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لرئيس جمهورية الصومال. عقب ذلك صاحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية إلى صالة الاستقبال الرئيسية بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية والوفد المرافق له. حضر الاستقبال والمأدبة صاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن عبد العزيز بن سعود، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبد الله، وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد الله بن مقرن، وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد العزيز بن عياف، وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز.